متتبعي قناة فاسباريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كاسا سيتي الداربيضاء. كما تتعرفوا يعني تتعرفوا واحد اختناق مروري رهيب طيلة فترة السنة، ولكن هذا الاختناق تزداد فظاعة في بعض الطرق المؤدية إلى البحر. في كل صيف يعني تتخلق نفس الإشكال والازدحام المروري اللي تتعرفوا بعض الطرق المؤدية إلى البحر. ناخذ غير مثال على ذلك، الطريق المؤدية ما بين واد مرزق والطمارس، هذا الطريق اللي يعني الإنسان تيمشي يتبحر ولكن فاش يبدا راجع، خاصة في أوقات الدروس والسبت والحد، يعني تيندم اصلا علاش خرج من دارو ومشى توجه لهذه المنطقه هذه. ايضا يعني مجموعه من الطرق الاخرى. من اجل مناقشه القضيه دي نستضيف السي توفيق منيب مهندس معماري ليوضح لنا الاسباب التي تؤدي الى هذا الاشكال هذا. السي منيب مرحبا بك. شكرا على هذا الاستدعاء، و هذا موضوع مهم لأنه تعيشه ساكنة الدار البيضاء يوميا. بداية كما قلت في التقديم ديالي، علاش بغينا نعرفوا الأسباب اللي تتخلينا دائما في كل فترة كل صيف تنعيش نفس الإشكال في هذه الطرق هذه، كما قلت الطريق المؤدية إلى واد مرزق وطمارس. هذا مثال حي دابا وتعيشوه الساكنه كلهم. كاين واحد الزحف العمراني مشى لهذيك الجهه ديال دار بوعزه وتماريس، لا من الناحيه ديال الاصطياف ولا من الناحيه ديال السكن. كاين الناس اللي ساكنين دابا وتيخدموا في الدار البيضاء. هاد الطريق هادي النهار الاول كان خصها هي التخطيط ديالها، الا بغينا نوسعوا المجال الحضاري ونفتحوا هذوك المناطق، ما خصنا اولا التركيبه تتبدا بالطريق، الطريق والتجهيز. راه شفنا اول عمليه كانت تما ديال البراده، ودار واحد 700 دار كابانو ديال الصطياف وهذا، ودوز لوفويد ديالو ودوز. ولكن الطريق العموميه بقات هي اللي مستعمله، هي اللي مستعمله. انا ملي تندير مركب راه ماشي معنيش غادي نستعمل الطريق العموميه، راه خصني الطريق ديالي، والطريق العموميه راه ديجا عندها تتأدي. يعني تيبين هادشي ما كاينش واحد الرؤيه مستقبليه تنخدموا من ساعه بساعه، ما كاينش واحد الرؤيه تاع كيفاش غتولي هذيك المنطقه من هنا 21 عام، من هنا 25 عام. هي كاين جوج العوامل. كاين اولا القانون ديال البحر، ديال الملك البحري، لو ليتورال. هذا القانون كاين خارج وراه بدينا نتعاملوا معاه. وكاين ثانيا العمليه ديال لا بروموسيون او الامتداد ديال الساكنه وديال البنايات، حتى هو خصو تخطيط على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وباش نكونوا من بعد واحد الفتره تنكونوا عندنا نتائج حصلنا عليها، وعندنا مرافق وعندنا طرق اللي تنمتاز بها المنطقه اللي فتحنا. الا ما كانش هذا التخطيط وهذا التصور من الاول، ديال نعرف شحال ديال الساكنه غادي تعمر هنايا، حنا عندنا معايير بحال كنقولوا 250 منزل في الهكتار، ولكن هذا في السوسيال يمكن تكون 200، يمكن تكون 150 في الهكتار. على كل حال يمكن لنا نشوفوا الامتداد شحال غادي يحصل ديال العدد وشنو هما الاحتياجات. واش هادشي تيكون مستحضر ولا غير تبقى غير على المستوى النظري؟ حنا غنفتحوا واحد المنطقه يعني في وجه التعمير، هادشي تيكون حاضر في اثناء فتح هاد المناطق ولا ما تيكونش حاضر؟ اذا الواقع تيقول بان هادشي كاع ما تيكون الواقع هو انه ديما حنا التهيئه ديال التصميم والتهيئه تيجي من بعد واحد الامتداد العمراني وواحد الزعم. هذا خطا. هذا خطا، لانه ما نفتحش واحد المنطقه حتى ناهلها ونشوف الصلاحيه ونشوف الطرق ونشوف حتى المرافق. البعض تيقول حتى انجاز الطرق خاصها دائما تكون هذيك الطريق تستوعب اكبر عدد من السيارات، ماشي يكون القل. وهذيك الطريق خاصها تكون تستحضر اوقات الذروه، ماشي الاوقات اللي هي عاديه. واش تتفق مع هذا الراي؟ وخص نزيدوا واحد العامل، هو راه ما كاينش اليوم، ما كاينش غير طريق السيار ديال السيارات. اليوم كاين تنسميو لا موبيليتي. كاين المدينه دار البيضاء عندها واحد البلون دو موبيليتي ديالها، انه
تحرك في المدينة كلها وفي جميع المناطق وفي جميع الاتجاهات. دخلوا الترام، دخلوا هذاك الباص الجديد حيت عنده لو سيت ديالو خاص به الطريق ديالو. وملي تنفتحوا واحد المجال الحضاري خصنا التصورات انه غادي يوصل له الترام، يوصل له البيس، يوصل له التران اللي دايز من حداه. وعاد دابا احنا في السياره الفرديه هي اللي خدامه بالكثير. اذن واخا وسعنا واحد الطريقه ولا فتحنا واحد مجال اخر ما كافيش. اذن هذا التخطيط راه هو اللي تينجح العمليه ديال الزحف العمراني. التخطيط الا ما كانش تخطيط غادي يبقاو ازمات دائما تعيشوهم مع بعض الفترات. دابا الصيف ومن بعد كاين الشتاء غادي هو نفس المشكل تنشوفوا حتى في رمضان. يعني في رمضان على مستوى مدينة الدار البيضاء حيت الناس يخرجوا في وقت واحد يولي واحد الجحيم تاع الاكتضاد والاختناق والمرور حيت الطرق ما تبقاش مستوعبه داك عدد السيارات اللي كبير في هذيك الفتره. فعلا فعلا. اذا راه شفنا كاين الجانب ديال التصميم ديال ديال المدينه كله، التصور بجميع الآليات اللي خصها تخدم وتحمل الناس. وهذه مسؤولية شكون؟ واش مسؤولية المهندسين نتوما ولا مسؤولية الوكالة الحضارية ولا مسؤولية مجلس المدينة؟ شكون هذا الوكالة الحضارية اللي تترأس هذا الشيء؟ وهي راه متابعة الوزارة، الوزارة ديال الإسكان وديال سياسة المدينة. إذن راه الوزارة من موراها وهي اللي تتصادق في آخر المطاف ملي تيخرج واحد التصميم خصو ولا بدا يصادق عليه الوزاره، تيدوز من مجلس المدينه ويمشي للوزاره وتصادق عليه عاد تنباشروه. اما هو تيغير بعض الامور او تيفتح طرق جديده او ولكن تيبقاو دائما الوكاله الحضاريه تتنتج هذاك التصميم اللي غادي نحطوه في ارض الواقع. وعندها دراسات تقنية مهمة بزاف. إن مثلا التطهير كله تصميم داك هو اللي تيمنح لنا الفرص نفتحوا بعض المناطق اخرى. الا ما كانش التطهير ما يمكنش لي نفتح واحد المنطقه. كاين دراسات ديال التحرك في المدينه لا موبيليتي، هذا اليوم ما تيتخذش بالاعتبار بالكفايه وهو جا معطل حقيقه في التصميم. التصميم اللي دار ديال الدار البيضاء في 89 ومن بعد اللي كمل وتقاد في 2015 هو اللي انتجرا ودمج التصميم ديال التحرك في المدينه كلها. وبدات المعالجات ولكن مازال عندنا المدينه كبيره ومشات مشات في واحد المجال بعيد وصبحت التحرك من منطقة لمنطقة المدينة كبير وطويل وتيسوى الثمن. تيسوى الثمن لأن دابا الدار البيضاء قلنا فيها 17000 كيلومتر ديال القنوات وديال لي ريزو. هاد الشبكة هادي راه كبيرة بزاف على مدينة تستوعب تستقبل 5 حتى 6 مليون ديال الناس. بالنسبه لمدينه بحال باريس عندها 4000 كيلومتر. هما خداو العلو متين كاين مناطق تلقى فيها كل في باريس وتلقى المركب ديالها ديال التحرك الترام البوس الاروير كل شيء غادين هذاك الريزو وتتحرك به المدينه. دابا هضرنا على وسائل النقل، ايضا جبتي وسائل النقل وايضا الملف الطرقيه. دابا الدار البيضاء كما تعرف الجميع بانه المنطقه اللي هي مخنوقه، الناس يوصيو الناس يقول لهم خصكم تسكنوا في مناطق اللي هي محيطيه. خدنا مديونه، خدنا بوسكوره، خدنا مثلا دار بوعز، ولكن الاشكال اللي مطروح في هذه الحاله هذه هي الطرق التي تؤدي الى المدينه الدار البيضاء. كيفاش خصنا نخرجوا من هذا الاشكال هذا؟ تنشجعوا الناس يسكنوا في المحيط ولكن مثلا ما وفرش لهم طرق اللي تسهل لهم باش يوصلوا للدار البيضاء. نقدروا نفهموا هذا الموضوع احسن الا قلنا اشنو دار في هاد 5 سنين الاخرى ولا 3 سنين الاخرى واللي ولا واضح وتيبان. وتفتحوا بعض الطرق اللي تينفسوا طرق اخرى بحال دابا كنتي تمشي لايروبور خصك ولا بدا تدوز من الرود ديال الجديده وتطلع لايروبور. دابا تفتحت واحد الطريق بسرعه من تدار تمشي حتى
يلا مؤخرا إذن كاين حلول كاين وفي نفس الوقت دازت واحد الطريق اخرى راه تتصلح الترانسفيرسال ديالها بحال لوطوروت وقبل ان اذا خاص هذا المجال هذا هو ممكن يتصلح ممكن نرجعوا للمدينه من الناحيه الاقتصاديه الوصول ديال الشاحنات وديال لا لوجيستيك وديال هادشي كله خصنا نفكروا فيه راه من هنا ل 2035 كاين واحد المجال للدار البيضاء انه غادي خصها تنتج واحد طرف من الاحتياجات ديالها واش خصصنا المناطق ديال الانتاج بحال ما تنخصوا المناطق ديال لا لوجيستيك انا غادي نجي ونستوكي الحاجيات ونبدا نفرقها في المدينه ها هو كاين لوطورود ديال الماء ديال اللي جاي هاد التحديات كلها خصها تدخل في الحجم ديال المدينه اللي ممكن احنا ناهلو الساكنه ديالو ناهلو المجال الاقتصادي ديالو ما يكونش واحد 30 كيلومتر ما يمكنش ليا نحط فيها واحد النظام واحد التنظيم احنا دابا تنفكروا في جميع المجالات الدار البيضاء نفايات الدار البيضاء ترانسبور الدار البيضاء تورات الدار البيضاء شركه التنميه المحليه وهاد الشركات هادو خاصنا نتكلموا عليهم باش نشوفوا الدور ديالهم وباش نفهموا السرعه المطلوبه والتحديات اللي تتسناونا مجلس المدينه هو مسؤول المدينه خصها تفوق وخصها توجد مثلا مواعيد هي عندها مواعيد كبيره في 2000 حتى الجهه الدور ديال الجهه لان الجهه هي مسؤوله في هذا الاطار هذا اكثر الجهه استراتيجيه عندها دابا نجحنا في الجهه لان الجهه ديال الدار البيضاء خدات واحد المجال اللي غادي يمكنها من التأهيل والاقتصاد والاصطياف كل شيء هاد المجالات نجحوا فيها الى عندنا هاد الجهه ديال الدار البيضاء ستات الجديده الدار البيضاء انطلقت فيها مجموعه من المشاريع كاين مشاريع اللي باقا ما سالاتش ولكن كاين مشاريع اخرى اللي هي سالات الملاحظة أن المشاريع واخا سالات يعني باقا مغلقة الحديث لنا على المسرح الكبير وحديقة الحيوانات بالنسبة لك فين كاين الخلل في هذا الإشكال هذا؟ يعني بنينا مسرح كبير بنينا حديقة حيوانات كبيرة ولكن الحل الساعة باقي ما انطلقش المشروعين مجلس المدينة خص تكون عنده الشجاعة باش ياخذ قرارات ديال النفع ديال الساكنة أنا خسرت على الملايير وخصت تخرج للوجود ويمارسوا الناس النزهه ديالهم فيها او المسرح او كاين محلات بحال هكا اللي خاص يتخذ فيهم قرار وتقدم ملف هذا راه كامل كاين المراحل شنو العوائق اللي تتحول دونك هذا الفتح ديالو تواصلوا مع الناس اي نحيطوا بها كاين الناس اللي غادي يسيروا هي راه كاين شركات قلنا ديال الدار البيضاء وديال مجلس المدينه وكل وحده راه مكلفه باش تسير المناطق وفضاءات عموميه وفضاءات ديال النزهه اذن ما كاينش علاش يبقاو مسدودين او تيتسناو واحد نقولوا تدشين خاص لا ماشي غادي ولكن واش ما تشوفش بان يعني الفكره الاولى ولا الهاجس الاول هو نبنيو البنايه بدون ان نفكر في من سيسير هذيك البنايه فعلا انا عرفت بعض الشركات ديال المدينه اليوم واللي ما عندهمش فريق كافي وكامل وهذا الدعم ديال العنصر البشري راه هو اللي تينجح واحد الشركه وتتحط فيها المهندسين اللي خاصين والمهندسين ديال التزيين والمهندسين ديال النيميريك وديال سجل هضرنا على المسرح الكبير اللي هو واحد تبنى بواحد الامكانيات كبيره خاصو ايضا موارد بشريه اللي تقدر تسير هذا المسرح ومشروع بحال هذاك كبير وضخم تي و تيلعب واحد الدور
في الشخصية المدينة، لأنه هذاك سيمبول جديد تخلق وفي واحد الساحة اللي عندها تاريخ، وبغينا نحولوا المسار ديال المدينة من مدينة أوروبية إلى غيرها، مدينة مغربية كاملة بالتحديات الجديدة ديال اليوم. وهذاك المسرح فين بلد المسرح والفضاء اللي قدامه تلعبوا نفس الدور، دور اجتماعي، دور تأهيلي، دور ديال الهدوء في المدينة لأن فيها النزهة. ماشي المدينة ما عندك منين ندوز والسيركولاسيون واعرة، كيفاش غنعيشوا هذه المدينة هذه؟ يعني نبقاو مأزمين، ما تنقيش نظرة ديال فرح قدامي أو متنزه، والناس جالسين في القهوة مستاسيونين. نفتح الفضاء، أي فضاء، هذاك الفضاء اللي تفتح قدام بولفار الرشيدي كيمارسوا الناس، كيجيو له بالليل وبالنهار، وعطيتيه الفضاء صافي. نيفادا صحيح نافذ. إذن ما كاين لاش يبقى هذا الشيء معطل وما عنده حتى شي مبرر، وموجودين الطاقات البشرية ديال التسيير موجودين، ونعطيهم خطة ونعطيهم نتيجة، ندير معهم كونترا ديال النتيجة. واخا سي مولي نستغلوا الحضور ديالك ونعاودوا نطرحوا معك الإشكال اللي كان ما بين مجلس المدينة والهيئة تاع المهندسين، واش حل المشكل في وصلت القضية الآن حاليا؟ لا لا، أمور غادة بزيالة بقى التعقيد، كان واحد التشدد ترخف الحمد لله، لأنه مجلس المدينة مسؤول إداريا وسياسيا، ولكن كاين آليات وما الهيئات ديال المهندسين وديال التوبوغراف، كاع هاد الهيئات التقنية وهاد الانجينيوري اللي عند المدينة راه ديالها، ولا تعرف تستعملوا غادي تنجح بزاف ديال المجالات، وتولي تدير واحد الدراسات تقدمية ديال باش نمارسوا شوية المستقبل ديال المدينة والإمكانية باش ننجحوا هذه المدينة ونجيبوا لها واحد الأفواج ديال السياح، واللي تلعب واحد الدور في الاقتصاد اليومي والاقتصاد السنوي ديال المدينة. خاصة على كأس العالم 2030، يعني فرصة بالنسبة للدار البيضاء كما استغلتهم مدن أخرى عالمية. دابا كيفاش يتعاملوا مجلس المدينة مع المنعشين العقاريين؟ هذاك منعش هو غاجي غيبني، راه خاص يتعاملوا مع المهندسين، يتعاملوا مع الهيئات المختصة ومع الخبرة، ويغنيوا المجلس ديال المدينة بالخبرة ديالو بالإمكانيات والتصور اللي يكون عنده ديال المدينة وناجح. سيموني شكرا جزيلا على قبول الدعوة، وتتبعي قناة الفاسبريس إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي.